ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي. هنشرح مع بعض إن شاء الله يونت 3 الوحدة التالتة من كتاب الجيم للصف الأول الإعدادي. أوكي، عندي هنا عنوان يونت 3 ماي تايم. ماي تايم يعني وقتي. ماي تايم، ماي تايم. أوكي طيب، هنبدأ بـ lesson 1 and 2 الدرس الأول والثاني، ونبدأ مع بعض بالكلمات الكي فوكابلر اللي عندي. تو دو ليست، تو دو ليست يعني قائمه الحاجات اللي انا هعملها. تو دو ليست، تو دو ليست. اوكي، تو دو ليست. كابتن، كابتن قائد الفريق او القبطان اسمه كابتن، كابتن. اوكي، شيف، شيف، شيف رئيس الطباخين او طباخ. كوميونيتي، كوميونيتي، كوميونيتي مجتمع، كوميونيتي. اوكي، كوك، كوك يطهو او طاهي، يطهو او طاهي يعني طباخ. ديسكرايب، ديسكرايب، ديسكرايب يصف، ديسكرايب يصف. ايفنينج كلاسز، ايفنينج كلاسز فصول مسائيه او دروس مسائيه. فيرست ايد، فيرست ايد، فيرست ايد مساعدات اوليه. فري تايم، فري تايم، فري تايم وقت الفراغ، فري تايم. اوكي، عندي كمان هنا كلمه جورنال، جورنال، جورنال دفتر او يوميه. اورجانيز، اورجانيز ينظم، اورجانيز. اوكي، ريسبي، ريسبي وصف الطعام، ريسبي. سكيل، سكيل مهاره. سبورتس فيلد، سبورتس فيلد ملعب رياضي. سويمينج بول، سويمينج بول حمام سباحه. تنس كورت، تنس كورت ملعب التنس. سوتس، سوتس افكار. طيب عندي اديشنال فوكابلري كلمات اضافيه. كول، كول يتصل. جرين سبيسز، جرين سبيسز مساحات خضراء. ايماجين، ايماجين، ايماجين يتخيل. لوفلي، لوفلي جميل. لوفلي. مينيت، مينيت، مينيت دقيقة. ريستورانت، ريستورانت، ريستورانت. تيبل تنس، تيبل تنس، تنس الطاولة. تايب، تايب نوع. ويت، ويت ينتظر. ترينينج، ترينينج، ترينينج التدريب. عندي هنا باب كويز شوز اند كومبليت. عندي كلمة ايماجين يعني يتخيل. كوك يطهو او طاهي. ويت ينتظر. اورجانيز ينظم. طيب ذا ميد تيستي سوب اي لايك ات فيري ماتش يعني عمل شوربه لذيذه انا حبيتها كثيرا. طبعا ده كوك، كوك يعني الطاهي او الطباخ. نمبر 2 اتس هارد تو من الصعب ان ذا وورلد ويزاوت الكتريسيتي يبقى اتس هارد تو ايماجين من الصعب ان تتخيل العالم بدون كهرباء. نمبر 3 They asked an expert. هم سألوا expert يعني خبير to their wedding party. يبقى to organize عشان ينظم لهم حفلة الزفاف. يبقى organize. اوكي هنا في A. طيب نكمل مع بعض الحضرات. عندي هنا language expressions التعبيرات اللغوية. Do activities. Do activities يقوم بأنشطة. Do sports. Do sports يمارس رياضة. Get ready for، get ready for يستعد لي. Make food، make food يعد الطعام. Learn new skills، learn new skills يتعلم مهارات جديدة. Go or come for a walk يذهب للمشي. Take courses، take courses يأخذ دورات تدريبية. Take regular exercises، take regular exercises يمارس تمارين رياضية منتظمة. Tidy the house يرتب المنزل. Have a listen، have a listen لديه حصة أو درس. طيب عندي هنا prepositions حروف الجر. At sports day، at sports day في يوم رياضي. Focus on، focus on يركز على. In writing، in writing كتابيا أو في الكتابة. On the tennis court، on the tennis court في ساحة التنس. On the weekend، on the weekend في نهاية الأسبوع. thanks for، thanks for يشكر على. طيب عندي تصرفات الأفعال. فعل sleep ينام، past form slept، والpast participle slept يبقى sleep slept slept. spend يقضي وقت أو ينفق مال، spent spent. طيب
And the word and the opposites الكلمة will opposites العكس أو synonym. الأنتنيم التضاد والسينونيم الترادف. عندي different مختلف، same متشابه، healthy صحي، unhealthy غير صحي، hungry جوعان، full ممتلئ أو شبعان، regular منتظم، irregular غير منتظم، start or begin بتساوي end or finish. Choose and complete، اختار وأكمل. It's to eat fruit and vegetable. طبعا it's healthy يعني من الصحي انك تاكل فاكهة وخضروات. Number two, thanks for helping me with my homework. شكرا لمساعدتك في الواجب. My mother the best food in the world. ماما makes بتعد افضل طعام in the world في العالم. عندي language notes ملاحظات لغوية. عندي need to يحتاج أن أو يحتاج إلى أن، بنجيب بعدها الفعل في المصدر يعني الفعل بدون إضافة. I write to do list of things I need to do اللي محتاج أعملها. عند الفعل spend بنجيب بعدي وقت وبعد كده الفعل في ing، يعني مثلا I spend my free time reading books. أنا قضيت أو بقضي وقت فراغي في قراءة الكتب، يبقى بعد spend هنا بنجيب وقت بعد كده الفعل مضاف له ing. It's time for، حان الوقت لي، ونجيب اسم أو نجيب مفعول وتو المصدر، يعني مثلا It's time for the game to start، حان الوقت اللعبة لكي تبدأ. عندي هنا الفوكابولري بيلدر اللي هي البريفكس والسافكس. عندي الورد والسينونيم الكلمة وترادفها. فري تايم وقت فراغ بتساوي سبير تايم وقت فراغ، وبتساوي برضو معايا ليجر تايم، ليجر تايم وقت الفراغ. عندي prefix عن suffix. prefix I er بتجيب لي عكس الصفة، يعني regular منتظم، irregular غير منتظم، unhealthy unhealthy. choose the correct answer. children spend hours. الأطفال بتقضي ساعات playing، بقى قلنا spend بعدها وقت بعد كده الفعل مضاف له ing. number two, we need to buy، محتاجين الى ان نشتري، a lot of things كثير من الاشياء، because we have a lot of things، عشان عندنا حاجات كتير. number three, it's time for our team، حان الوقت لفريقنا، to المصدر بقى يبقى to win لكي يفوز بالمباراة. number four, to get the of healthy we add the prefix on، عشان نجيب ايه اللي healthy بنضيف on، يبقى هنا ايه عشان نجيب الانتنيم التضاد، يبقى healthy unhealthy. عندي reading listen، طبعا هنسيب نص القراءة ونخش على الأسئلة علشان وقت الفيديو ما تطولش عليك. عندي هنا بيج، صفحة كام؟ بيج 107 من كتاب الجيم. اوكي، يبقى هنا بيج 107. choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. I like to read stories، بحب أقرأ قصص، in my في my free time، في وقت فراغي، يبقى my free time يعني وقت الفراغ. number 2، إياد is learning at school to save lots of lives، بيتعلم إيه إياد في المدرسة علشان save، ينقذ كثير من الحياة، يبقى طبعا بيتعلم ال first aid المساعدات الأولية. number 3، we have practice on the everyday because we have match next month، يبقى عندنا practice تدريب on the كل في إيه كل يوم، عشان عندنا match الشهر الجاي، يبقى عندنا تدريب on the sports field في النادي أو الملعب الرياضي. number 4، they decided the game strategy and tells each other each player their role on the field، يعني decides بيقرر استراتيجيات اللعبة وبيخبر كل لاعب على دوره في الملعب أو في، يبقى طبعا ده ايه الكابتن، كابتن الفريق. number 5، we had a meeting، عندنا اجتماع to solve our، عشان نحل our ايه problems، مشاكل ايه. we should live in a better place، يجب ان نعيش في مكان افضل، يبقى الكوميونتي بروبلم اللي هي مشاكل المجتمع. number 6، هانا وجدت a new a for pizza، للبيتزا it was delicious، كانت لذيذه، يبقى هي وجدت a new recipe يعني وصفه جديده، لكن space مساحه او فراغ من الدقيقه ليست قائمه. number 7، learning new، تعلم ايه الجديد، can help you get a good job، بيساعدك تحصل على وظيفة جيدة. طبعا learning new skills، ان اتعلم مهارات جديدة، ده بيساعدني ان انا احصل على وظيفة كويسة.
Number 8 إيمان writes a إيمان بتكتب إيه every night كل ليلة before she goes to bed قبل ما تروح تنام يبقى بتكتب إيه تكتب journal يومية يبقى هنا journal. Number 9 رامي courses in computer science to find a good job يعني رامي بياخد courses دورات تدريبية في علم الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر عشان يلاقي وظيفة جيدة يبقى هنا طبعا takes يعني يأخذ دورات تدريبية. Number 10 He plays tennis هو بيلعب تنس the tennis court يبقى بيلعب تنس on في التنس court ساحة التنس. Number 11 They take breaks during work هم بياخدوا regular breaks فسحات منتظمة أثناء العمل. They rest every 3 hours بيرتاحوا كل 3 ساعات. Number 12 Children felt الأطفال شعروا إيه after playing outside بعد اللعب لساعات طويلة يبقى هيشعر إيه إن هو full شبعان hungry جوعان free حر easy سهل طبعا هشعر ان هو hungry بعد ما يلعب يبقى اكيد طبعا هيجوع. Number 13 they made a delicious meal عمل وجبة لذيذة طبعا ده مين ده الكوك الطاهي او الطباخ. Number 14 ياسين talked to us about his trip ياسين تكلم معنا عن رحلته and every minute and ايه every minute and focus لا طبعا describe it يعني وصف كل دقيقة تكلمنا عن رحلته وصف كل دقيقة. طيب عندي هنا بيش 180 صفحة 108 time to practice choose the correct answer. Number 1 I like to time with my family يبقى طبعا spend time بحب أقضي وقت مع عائلتي. Number 2 all the people like to walk in الناس الكبيرة بتحب تمشي in A to enjoy green views علشان تستمتع بالمناظر الطبيعية يبقى بتحب تمشي في nature يعني الطبيعة. Number 3 نورا usually describes her thoughts نورا دايما بتوصف افكارها writing يبقى هنا ايه in writing في الكتابة. Number 4 كريم doesn't have much كريم ما عندوش much ايه ما عندوش كتير من ايه to do his hobbies عشان يعمل هوايته طبعا much في time ما عندوش وقت فراغ كفاية. Number 5 we write a to do list بنكتب قائمة to do يعني هنعمل ايه of things we need to do للحاجات اللي محتاجين نعملها. Number 6 Talia goes to evening Talia بتروح evening A to learn new skills عشان تتعلم مهارات جديدة يبقى تروح evening classes يعني فصول مسائية أو حصص مسائية. Number 7 I like to for walks in nature to spend time with my family I like to go for walks بحب أتمشى أو أذهب المشي وبهنا go for walks. Number 8 My uncle is a He makes tasty food at his restaurant. عمي إيه بيحب يعمل طعام لذيذ في المطعم. يبقى شيف يعني رئيس طباخين أو طاهي. Number 9. Dina likes to go to the tennis. دينا بتحب تروح التنس إيه to practice her favorite sport. عشان تمارس رياضتها المفضلة. طبعا هتروح التنس كورت ساحة التنس. Number 10. My sister and I ate lesson a day. أنا أختي have عندنا إحنا اتنين يبقى have a lesson يعني عنده حصة. Number 11 The children do many activities. الأطفال بيقومون بأنشطة كتيرة. A sport is day at school. يبقى طبعا at في اليوم الرياض. Number 12 The football teams أفريقيا أو فرق كرة القدم are trying to ready for their next match. بيحاول هم يستعدوا للماتش القادم. You are trying to get ready. Get ready يعني يستعد. Number 16 I phoned my friend for long but he didn't come. يبقى I waited. أنا انتظرت لصديقي كثيرا ولكنه لم يأتي. Number 14 Anas likes to his desk before starting work. Anas بيحب يعمل إيه المكتب وقبل ما يبدأ العمل بيحب إن هو organize يعني ينظم مكتب. عندي هنا الـ present continuous tense زمن المضارع المستمر طبعا انا عايزك ترجع كده هتلاقيني شرح الزمن ده بورقة والقلم على القناة وهتلاقيني شرحه من كتاب المعاصر وكتاب الـ bit by bit. تعال بقى نشوف الأسئلة اللي عندي هنا page 111 يبقى page صفحة 111 My father a book right now right now الآن لما تلاقي كلمة ناو يبقى دي كلمة من الدل من الكلمات الدالة على present continuous المضارع المستمر فبناخد am أو is أو are plus verb plus ing يبقى الإجابة الصح عندي هنا is reading عشان هنا my father مفرد يبقى is reading.
طب ليه ما خدتش مضارع بسيط؟ عشان هنا عندي ناو. نمبر 2 لوك انظر. انظر لوك دي من الكلمات الداله على بريزنت كونتينوس. شي طبعا از ايتينج ان ذا ليفنج روم، هي بتاكل في حجره المعيشه. نمبر 3 وات ذا بويز دوينج اوتسايد. طبعا بويز جمع يبقى وات ار. وات ار ذا بويز دوينج، ماذا يفعل الاولاد من الخارج. نمبر 4 وير از ماي كات، اين قطتي؟ اتس اندر ذا تري، يبقى اتس سليبنج، لان في از يبقى عايز فعل مضاف له اي ان جي. نمبر 5 ماي فاميلي اند اي، انا وعائلتي. دينر ات ذا مومنت، ات ذا مومنت، ات ذا مومنت من الكلمات الداله على البريزنت كونتينوس. سو the answer will be are cooking, we are watching TV. طبعا aren't cooking. ليه؟ تعال بقى نترجم الجملة مع بعض. My friend, my family عفوا and I، أنا وعائلتي. Dinner at the moment يعني بنعمل العشاء في هذه اللحظة. We are watching TV، احنا بنشاهد تلفزيون، يبقى احنا لا نطهو العشاء، يبقى we aren't cooking. Number 6 I can't watch TV with you، أنا مش هقدر أشوف التلفزيون معاك. I a letter to my friend، طبعا I am writing. طب احنا قلنا اذا منعك حدث من القيام بحدث، فالحدث اللي منعك ده يبقى في زمن البريزنت كونتينوس، يبقى هنا I am writing. نمبر 7 are the birds، هل الطيور singing؟ طبعا اللي ما ينفعش اقول singing لان في are، يبقى بعدها الفعل مضاف له I ان جي. نمبر 8 the students، الطلاب a beautiful picture on the wall، I see them over there، يبقى are painting يعني بيلونوا صوره جميله على الحائط، انا اروح هناك. نمبر 9 I can't see علا، انا مش شايف علا. She for her exam in the library، يبقى she is studying، هي تذاكر للامتحان في المكتبة. نمبر 10 Why the children laughing، طبعا الاطفال هنا جمع، يبقى why are the children laughing، لماذا الاطفال يضحكون. نمبر 2 Complete the sentence with the correct form of the word in practice. It rain heavily outside now، الآن now يعني الآن. طيب تمام، دي من الكلمات الدالة على مضارع المستمر، فهتبقى it is raining، إنها تمطر بالخارج now. The teacher is طبعا explaining، هنحط لها ing عشان عندي is، وبعد is بضيف للفعل ing. Number 3 The farmers are watering the field now، they not planting، ده كنوت يبقى عايز نفي، يبقى they aren't بقى، عشان زي يبقى aren't planting it. طيب نمبر 9 look مايا، انظر عفوا look مايا is swimming، انظر مايا تسبح in the pool with her sister، مع اختها. نمبر 5 my father are still repairing the car in the garage، طبعا هنا my father مفرد، يبقى is still، ما زال يصلح السيارة في الجراج. نمبر 6 don't make noise، ما تعملش ضوضاء. the baby الطفل او الرضيع is sleeping، نعم يبقى is sleeping. طيب نمبر 7 اوكي نمبر 7 ما في 7 هنا، عندي هنا time to practice، هنحل الأسئلة دي مع بعض. time to practice okay choose the correct answer from A B C or D. رؤى and جنى، رؤى ورولا and جنى طبعا الاثنين جمع. a movie in the cinema they are enjoying it، بيستمتعوا به، هنا مضارع مستمر يبقى هنا برضه مضارع مستمر، يبقى they are watching okay، يبقى are watching عشان الاثنين جمع. طيب نمبر 2 are your brother in the pool، هل اخواتك swimming بيسبحوا في البول، حمام السباحه، عشان هنا are يبقى هنضيف الفعل ing. نمبر 3 what doing I'm listening to music on my headphones، يبقى هنا what are you doing، ماذا تفعل، انا بستمع الى الموسيقى في سماعه الاذن او سماعه الراس. نمبر 4 we for walks in the park we are very busy، يبقى we are not هنا نفي، مش هنروح نمشي في الحديقة علشان نحن very busy مشغولون جدا. number 5 listen اسمع مهدي is talking طبعا مضارع مستمر يبقى is talking عشان عندي listen. number 6 مجدة and سميرة، مجدة وسميرة are cleaning the house at the moment، at the moment في هذه اللحظة، يبقى ده زمن مضارع مستمر يبقى are cleaning. number 7
waiting for the bus at the bus stop يبقى waiting هنا في ING يبقى are you are we ليه عفوا غلط هنا we are لان لو كان سؤال كنا خدنا are we لكن دي جملة يبقى we are waiting نحن ننتظر في محطة الأوتوبيس للأوتوبيس نمبر 8 the chef الطباخ a special dish for us right now بيعمل لنا طبق لذيذ الآن يبقى is making يعني يوعد يبقى هنا إيه is making نمبر 9 we on the project these days نحن إيه على المشروع هذه الأيام يبقى we are working يعني هنا مضارع مستمر عشان عندي هنا these days ده حدث مستمر أوكي نكمل مع بعض نمبر 10 نمبر 10 حضرات ياسمين isn't here ياسمين مش هنا she photographs of the sun يبقى she is taking يعني هي مش موجودة هنا بتاخد صور لغروب الشمس طيب تعالى هنا عندي complete the sentence with the correct form of the word in practice طيب the two teams الفريقين playing football on the field right now الآن هو يبقى مضارع مستمر يبقى are playing طبعا الفريق الجمع is he practicing هل هو practicing بيتدرب practicing okay أو هو بيتدرب على جيتار في حجرته number 3 Okay, number 3 Where is your mom? أين مامتك? She's shopping at the moment. She is shopping. طبعا at the moment هي مضارع مستمر. يبقى هنا she is shopping يعني هي تتسوق في هذه اللحظة. طيب number 4 علي and I أنا وعلي طبعا هنا الفاعلين عندك جمع. يبقى هنا ناخد ايه? Are riding. Okay. We are flying at this time. نكمل كده الآخر. علي and I. أنا وعلي. Riding our bikes. بنركب دراجتنا. We are flying our kites. بنطير طيارتنا. يبقى هنا نط. عشان قالك احنا مش راكبين الدراجة. احنا بنطير طيارات وراء. يبقى لازم كده. او دايما نقرا الجملة الآخر. Number 5. Hassan was studying hard for his exam. Now الآن. مضارع مستمر. يبقى هنا is studying. Number 6. We climb up the mountain at present. But we are climbing. We are climbing. نحن نتسلق الجبل في هذه اللحظة. Okay. طيب نكمل مع بعض الحضرات. عندي هنا سؤال المحادثة. حلها مع بعض طبعا. محادثة بين دعاء is asking نهى. دعاء بتسأل نهى about her free time activities. عن أنشطة وقت الفراغ فبتقول لها هلو نوها هاو ار يو كيف حالك طبعا أكيد هتقول لها إيه I'm fine thank you I am fine thank you أنا بخير شكرا لك سألتها سؤال قالت لها I spend my free time using AI to write stories أنا بقضي وقت فراغي باستخدام الذكاء الصناعي عشان أكتب قصص يبقى How do you spend your free time كيف تقضين وقت فراغك يبقى How Do you spend your free time? ممكن كمان حد يقول what activities ما الأنشطة do you do in your free time اللي بتعملها في وقت فراغك. قالت لها great رائع. سألتها سؤال قالت لها yes I have other hobbies. يبقى هنا نعم أنا عندي هوايات أخرى. يبقى السؤال كان إيه هل لديك هوايات أخرى? Do you have other hobbies? Do you have other hobbies هل لديك هوايات اخرى طيب what do you do to help your community بتعمل ايه عشان تساعد مجتمعك I help organize انا بساعد في تنظيم local events الاحداث المجتمعية مثلا
Do you think you use your free time well? هل تعتقد أنك تستخدم وقت فراغك جيدا؟ لا مثلا I think so. Yes, I think so. نعم أعتقد ذلك. Okay. طيب عندي هنا في test yourself، اختبر نفسك على الدرس الأول والثاني، وده بيج صفحة 115 من كتاب الجيم للصف الأول الإعدادي. هنخش على المحادثة. صلاح and رضا are talking about how to spend their free time. صلاح ورضا بيتكلموا على ازاي بيقضوا وقت فراغ. بيقول له هاي رضا، do you have free time today؟ هل عندك وقت فراغ النهارده؟ فهيقول له مثلا yes، نعم I do. Yes I do. قال له how do you spend your free time؟ كيف تقضي وقت فراغك؟ قال له I like to read books، بحب اقرا كتب. What about you؟ ماذا عنك؟ اقول له مثلا I enjoy انا بستمتع ببلاينج فيديو جيمز، بلعب العاب فيديو. طب عرفت منين؟ عشان هو هنا قال له ايه فيديو جيمز، عشان هنا قال له do you play video games، هل بتلعب العاب فيديو؟ sometimes احيانا. راح ساله سؤال قال له I also like to ride my bike in the park، بحب اركب دراجتي في الحديقه. يبقى السؤال كان ايه؟ what other hobbies، ما الهوايات الاخرى do you have اللي عندك؟ what other hobbies do you have؟ طيب سألوا سؤال قال له I go to the park every weekend، بروح الحديقة كل نهاية الأسبوع. يبقى كم مرة بتروح الحديقة؟ يبقى how often أو how often do you go to the park؟ سألوا سؤال قال له I go to the park every weekend، بروح البارك كل نهاية أسبوع. يبقى هنا that's مثلا great أو that's interesting. طيب question number 3، read and complete the text with the word from the following list. There are many ways to spend free time، في طرق كتير عشان تقضي وقت فراغك. Some people go to sports، بعض الناس بتروح sports field الملاعب الرياضية to do sports. Other people like to do بعض الناس بتحب to go for walks، تذهب للتمشية. الناس شايفة الطبيعة spending time، قضاء وقت with family، مع العائلة and friends is important too. Helping the community is important. There are many، والكثير من، يوجد كثير من الاكتيفيتيز الانشطه to enjoy in your free time، علشان تستمتع بيها في وقت فراغ. طيب choose the correct answer. The hotel has a large swimming and large swimming pool، حمام سباحه كبير. يوسف wrote down his، يوسف كتب his a in a notebook، كتب his thoughts افكاره في كراسه. مصطفى and his sister are having dinner at a nice، بيتعشوا واخته بيتعشوا في nice restaurant، مطعم جميل. بسمة gets ready for، بتستعد للschool in the morning، للمدرسة في الصباح. eating fruits، اكل الفاكهة and vegetables والخضروات is healthy، صحي. منار always، منار دايما. the house when she comes from school، she is a good girl، دايما بتعمل ايه؟ tidies، بترتب المنزل لما تيجي من المدرسة، هي بنت جيدة. number 7، سمير a lesson in science yesterday، had، كان عنده درس علوم أمس. my grandparents أجدادي watched watering the plants in the garden، يبقى are عشان هما جمع are watering. they are in the big hall، هما في الصالة الكبيرة. their son's birthday، يبقى celebrating، بيحتفلوا بعيد ميلاد ابنهم. I am chess with my grandfather، I want to focus، يبقى I'm playing، أنا بلعب شطرنج مع جدي، أنا عايز أركز. طيب complete the sentence with the correct form of the word in practice. listen، استمع. the students الطلاب are presenting، بيقدموا their project in class، مشروعهم في المدرسة في الفصل. I is helping my neighbor with the garden، يبقى I am، إني I بتاخد am. we دك نوت يبقى عايز نفي، يبقى we are، we بتاخد are. we are not،
climbing. We are not climbing the mountains. Number 4. What are the children doing now? ماذا يفعل الأطفال الآن؟ طيب كده خلصنا lesson 1 and 2 من كتاب الجيم. كان معكم مستر محمد شعبان، وأتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.